لا يمكن أن نقبل أن بمقاربة أمنية أننا نفرض التفاح لحتى منظمة الصحة العالمية التي ساهمت في اللقاحات، لأن ما ننساوش على أنها أعطت للمغرب تقريبا 1,200,000 جرعة ديال اللقاحات، لأن الباس وثيقة كتحمي الناس باش يدخلوا لواحد المكان. أنا أنا عندي الأغلبية اليوم خصني نحمي أكثر من الأقلية، حيت الأقلية فيها الأقلية ماشي هي اللي غتفرض علينا الرأي ديالها الأقلية.